ليس هو موسيقيا محترفا يعزف على الناي أمام جمهور محب للموسيقى، فمستمعه هو رفيق الدرب في حياته اليومية. ميمون محمد نصير هو أحد الغجريين الذين دجنوا أحد القرود الجبلية ليكون له رفيقا لكسب لقمة عيش شريفة. ورثت هذه المهنة عن أجدادي ولا أعرف غير هذه المهنة، فأنا وميمون نعمل نحو 8 ساعات يوميا لكسب لقمة العيش، وقد جلبت القرد من جبال مارغلا المليئة بهذه الحيوانات، لكن تدريبه لجعله ممثلا متمرسا يتطلب منا جهدا جبارا. عايشت مع فريق التصوير يوم كفاح مع نصير وميمون، ولكن بعد مرور نصف ساعات النهار تقريبا لم يوفق في اجتذاب الزبائن، والجوع بدأ ينال من ميمون الذي لم يجد ضالته إلا في كيس قمامة وشربة من بركة ماء. نسعى لكسب 100 روبية في اليوم، حيث أقسمها بيني وبين ميمون، وأحب الاعتناء به، فأرزاقنا مرتبطة بعضها ببعض، لذا أقتسم معه ما نكسب. جاءت ساعة الفرج، وأخذ نصير وميمون يتبادلان أدوار المسرحية التي يبتهج لها الصغار والكبار. هذه تسلية فريدة من نوعها، نحبها نحن الكبار ويستمتع بها الصغار، وهذا يظهر قدرة الإنسان على ترويض حيوان مثل القرد. وفي عرض شيق وتمثيل رائع أنهى نصير وميمون يومهما الشاق، فكسب ميمون ما قسمه الله له، وكذلك نصير. فشل داروين بنظرياته العلمية أن يثبت بأن أصل الإنسان يعود للقرود، وفي عصرنا الحديث أثبتت نظرية ميمون ونصير بأن القدرة الإنسانية على التعايش مع الحيوان فاقت كل النظريات العلمية التقليدية، والعجب بأن يرتبط رزق الإنسان بالحيوان. طارق محي الدين، روسيا اليوم، إسلام أباد. ليس هو موسيقيا محترفا يعزف على الناي أمام جمهور محب للموسيقى، فمستمعه هو رفيق الدرب في حياته اليومية. ميمون محمد نصير هو أحد الغجريين الذين دجنوا أحد القرود الجبلية ليكون له رفيقا لكسب لقمة عيش شريفة. ورثت هذه المهنة عن أجدادي ولا أعرف غير هذه المهنة، فأنا وميمون نعمل نحو 8 ساعات يوميا لكسب لقمة العيش، وقد جلبت القرد من جبال مارغلا المليئة بهذه الحيوانات، لكن تدريبه لجعله ممثلا متمرسا يتطلب منا جهدا جبارا. عايشت مع فريق التصوير يوم كفاح مع نصير وميمون، ولكن بعد مرور نصف ساعات النهار تقريبا لم يوفق في اجتذاب الزبائن، والجوع بدأ ينال من ميمون الذي لم يجد ضالته إلا في كيس قمامة وشربة من بركة ماء. نسعى لكسب 100 روبية في اليوم، حيث أقسمها بيني وبين ميمون، وأحب الاعتناء به، فأرزاقنا مرتبطة بعضها ببعض، لذا أقتسم معه ما نكسب. جاءت ساعة الفرج، وأخذ نصير وميمون يتبادلان أدوار المسرحية التي يبتهج لها الصغار والكبار. هذه تسلية فريدة من نوعها، نحبها نحن الكبار ويستمتع بها الصغار، وهذا يظهر قدرة الإنسان على ترويض حيوان مثل القرد. وفي عرض شيق وتمثيل رائع أنهى نصير وميمون يومهما الشاق، فكسب ميمون ما قسمه الله له، وكذلك نصير. فشل داروين بنظرياته العلمية أن يثبت بأن أصل الإنسان يعود للقرود، وفي عصرنا الحديث أثبتت نظرية ميمون ونصير بأن القدرة الإنسانية على التعايش مع الحيوان فاقت كل النظريات العلمية التقليدية، والعجب بأن يرتبط رزق الإنسان بالحيوان. طارق محي الدين، روسيا اليوم، إسلام أباد.